صرف النظر بقى طبعا عن عدد الاقطاب، ممكن يكون عندك عدد الاقطاب بتاعت الروتيتنج 2 بول، او عندي ستيتور مصمم ان عدد الاقطاب بتاعت الملفات تتكون 4 اقطاب او 6 او 8. عندنا شكل روتو، وليكن شكل روتو واخد الوضع ده. دي الاقطاب بتاعت الروتر، وليكن ده هو الان، او نخلي ده الاس ونخلي ده الان، نخلي ده الان تمام. والستيتور هيديني اقطاب، ده الان في اللحظه الاولانيه باعتبار ان ده الان، باعتبار ان ده الاس. يبقى الان واحد، الان واحد هي اقطاب مين؟ الان واحد هي اقطاب الستيتر، اس واحد اقطاب او الخوف الثاني من الستيتر. اس واحد هنقول عليها ده القطب الاول من الاس 2 اللي هو الخاص بالروتر، وان 2 اللي هو الخاص بالروتر. يبقى انا عندي ان واحد وان 2 وعندي اس واحد واس 2. رقم واحد ده مقصود بيه اللي هي الاقطاب بتاعت الستيتور، ورقم اثنين مقصود بيه الاقطاب بتاعت الروتر. طبعا احنا عارفين ان لابد ان يكون عدد اقطاب الروتر تتساوى مع عدد اقطاب الستيتور، ده في السينكرونس عامه، عدد اقطاب الروتر تتساوى مع عدد اقطاب الستيتور. لو جينا بقى لاحظنا ايه؟ لاحظنا اول ما بعمل انرجايز للستيتور، اول ما بغذي الستيتور من خلال اللي هم 3 فيز ارميتشر كارد، يبقى من خلال اكو 3 فيز سبلاي، يبقى من خلال 3 فيز سبلاي بيبدا يتولد روتيتنج ماجنتيك فيلد، منتظرين ان الروتر يبدا يتحرك مع روتيتنج فيلد، وليكن اتجاه الروتيتنج فيلد في الاتجاه ده، يعني ال ان اس نفترض ان هي في الاتجاه ده، منتظرين ايه؟ منتظرين ان الروتر يتحرك الثاني، منتظرين ان الروتر يبدا يتحرك في الاتجاه ده بسرعه اللي احنا عارفينها اسمها ان ار. اول ما نيجي نشغل بقى الروتر الستيتور هيبدا يتولد روتيتنج فيلد في الاتجاه ده. ان واحد مع اس 2 هيحصل ايه؟ هيحصل لود للقطب ده مع القطب ده، هيحصل اتراكشن فورس، في فورس هتتولد في الاتجاه ده، والاس 1 ده هيعمل اتراكشن للان 2 او لود ليه يسحبه معاه او بول انتو ستيب، يعني ياخده معاه في الاتجاه بتاعه. طبقا ليه طبعا ان دول الايك بولاريتي، البولاريتي مختلفه، ففي بينهم اتراكشن فورس. كده الروتر المفروض هيبدا بقى يتحرك، بيفكر ان هو يتحرك مع الروتيتنج فيلد. اول ما يبدا يتحرك طبعا سنه صغيره، بعد قد ايه بقى؟ احنا قلنا بعد 1/100 ثانيه، بعد نص سايكل، بعد نص سايكل اللي هي ال 180 درجه اللي احنا قلنا عليها، لقينا ان القطب الان ده نزل تحت والاس طلع فوق. الاس طلع فوق والان نزل تحت، بعد قد ايه؟ بعد 180 درجه، يعني نص سايكل. طبعا ده زمن قليل جدا، 1/100 من الثانية، 1/100 من الثانية لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم الروتر هيبدا يتحرك، لقينا ان الاس ده بقى فوق، الاس ده بقى فوق مكان الان، اس واحد ده مكانه، والان واحد نزلت هنا بقت هنا، الاس واحد جت هنا وايه وان واحد. امتى ده؟ امتى يا جماعه؟ بعد كام؟ بعد تي تساوي 0.01 ثانية. حصل ان الروتيتنج فيلد بدا تشينج البوزيشن، غير المكان بتاعه، ان واحد نزل تحت والاس واحد طلع فوق، هيعمل ايه الاس واحد؟ ده كان بيفكر في الاول ان هو يروح في الاتجاه ده مع الاتراكشن فورس، لكن دلوقتي هيحصل ايه؟ ريبالشن. ان اس 2 مع اس واحد ده في ريبالشن، في ترافق، الاقطاب دي ايه؟ الاقطاب دي متشابهه، لايك بولاريتي بولز، يبقى يعمل لك ريبالشن فورس. وان 2 مع ان واحد اقطاب متشابهه فيعمل ريبالشن فورس، يعني ايه؟ يعني الروتر ده هيبدا كان بيحصل له تجاذب هنا، لا هيحصل ليه تنافق في الحاله الثانيه. واس 1 ان 2 مع ان 1 دول اقطاب متشابهه بتعمل ريبالشن، ريبالشن يعني تنافق، يعني ده يبعد في الاتجاه ده.
فبدل ما كان بيروح في الاتجاه بتاع الاتراكشن فورس، اتجاه الروتيتنج فيلد، لا ده الروتيتنج فيلد ماشي كده، وده هيفكر ايه اول ما يرجع تاني هيقول له ريبالشن. فالروتور ايه؟ فالروتور تحت تاثير قوتين، اثنين فورس، واحده اتراكشن فورس والثانيه ريبالشن فورس، الاثنين قد بعض في الماجنتيود، قد بعض في الماجنتيود وعكس بعض في الاتجاه، الاتجاه عكس بعض وقد بعض في الماجنتيود. هيحصل ايه؟ هيحصل ان الافرج تورك بتاعنا ان تي افرج هيبقى بكام؟ هيبقى بزيرو. طبعا التي افرج ده هو عباره عن ايه؟ عباره عن مجموع اللي هو او بسبب يعني بسبب التي افرج بسبب الريبالشن فورس تمام؟ معاها مين كمان؟ معاها الاتراكشن فورس. يبقى الريبالشن فورس والاتراكشن فورس هيدوني في الاخر تورك بيساوي كام؟ بيساوي زيرو. تمام؟ تورك في الاخر بيساوي زيرو. فالروتور ده الروتيتنج بيتحرك مفيش اي مشكله، السرعه كام؟ 1500 ار بي ام او 3000 ار بي ام، بس ده مش قادر يعمل جو مع الاقطاب اللي هي زي ما اتفقنا الاقطاب الغير متشابهه او غير متماثله، يعني يحصل بينهم لود، فكل قطب ياخد القطب المعاكس ليه ويعمل لود او بول ان ستيب ويبدا يسحبه معايا في نفس اتجاهه، فده مش هيحصل. ده في لحظه التشغيل. طب نعمل ايه؟ قال لنا بقى لابد ان انت تعمل طرق مساعده للروتور عشان يبدا يشتغل معاك، او نسميه اللي هي ميثودز اوف ستارتنج اوف سينكرونس موتور. تمام؟ يبقى ايه هي طرق الستارتنج اللي هي الخاصه بالسينكرونس موتور؟ لان ده هيفضل ثابت في مكانه، هنسمع فايبريشن كده صغيره او بتبقى رجه كده في الروتور، لا هو قادر يمشي مع الاتراكشن او مع الريبالشن فورس، فبيفضل واقف في مكانه. وطبعا لو استمر الوضع على كده طبعا بيحصل دامج ليه او انهيار للبيدنج او للميكانيزم نفسه بتاع الروتور. علشان كده لابد ان انت طبعا اكيد انت مش عامل السينكرونس موتور عشان تسيبه نون سيلف ستارتنج، لا انت محتاج سينكرونس موتور عشان محتاج الروتور يتحرك بنفس سرعه الروتيتنج للتطبيقات اللي احنا قلنا عليها قبل كده، للتطبيقات اللي احنا قلنا عليها. لكن احنا محتاجينه ان هو يشتغل في البدايه وبعد كده يكمل كانه سينكرونس. ايه بقى الميثودز دي؟ دي الجزء الثاني من المحاضره اللي هي الميثودز اوف ستارتنج. قبل ما نكتب العنوان بتاعها لو احنا جينا كده فكرنا ايه الطريقه اللي انا ممكن اخلي الروتور يحصل بين وبين الاقطاب بتاعت الستيتور لود، وكل قطب ياخد القطب المعاكس ليه في البولاريتي ويمشي معاه في نفس سرعته. الطبيعي علشان نفكر حاجه من الاثنين، اما ان انا احرك الروتور، احرك الروتور الاول يعني احرك الروتور اما عن طريق براين موفر او عن طريق يعني اكسترنال موتور، ثاني اجيب موتور اضافي احتاج بس ان انا اشغل الروتور الاول دي سي موتور، او لو في موتورز بسيطه اللي هي لو انرشيا، الموتورز اللي هي الشكل او يعني اللو انرشيا دي المقصود بها ايه؟ اللي هي في السمول ريتنج اللي هي الريتنج القليله جدا، ممكن احرك الموتور مانيوال اجدد الموتور شويه بسرعه كبيره بحيث انه الروتيتنج فيلد اول ما اغذي الستيتور هيتولد روتيتنج فيلد، الروتيتنج فيلد هيلاقي قدام منه روتور اوريدي بيتحرك معاه، فالقطب ال N1 مع ال S1 هيحصل اتراكشن ويبدا ياخد معاه في نفس الاتجاه. ليه؟ لانه اوريدي الروتور ده اساسا بيتحرك. بايه؟ بيتحرك. يعني الروتيتنج فيلد لما بتعمل تشينج للبوزيشن هي اوريدي واخده معاها الروتور في اتجاهها وخلاص، كل قطب عمل لود مع القطب المعاكس معاه وبدا ايه؟ يشتغل كانه سينكرونس. دي الفكره اللي هي الخاصه ب اللي هي الخاصه بطريقه ان انا ازاي ابدا اشغل الموتور، ان انا اشغله مانيوال او بنسميه باي يوزنج اكسترنال موتور اضافي او مانيوال في اللو انرجي ابلكيشن في التطبيقات اللي هي الريتنج قليله او اللود اللي موجود على الموتور قليل جدا. طيب في الحقيقه الفكره الثانيه ايه؟ بدل ما انا بحرك الموتور علشان لما ادي روتيتنج فيلد من خلال السبلاي والروتيتنج فيلد يلاقي الموتور قدامه اساسا بيتحرك معايا، وطبعا احنا نفس الموتور احنا بس بنحرك الموتور في الاول وبعد كده نفس الاكسترنال موتور اللي انا بشغل بيه الروتور ده في الاول، بفصله كده وبفصل البرايم موفر بتاعه. وبعد كده بقى اوريدي خلاص ده زي ما اتفقنا هيمشي بنفس سرعه الروتيتنج ويحصل ليه تزامن مع الروتيتنج فيه ويبقى الاثنين سنكرونايز مع بعض. الحاجه الثانيه ان انا اعمل ايه؟ الحاجه الثانيه ان انا اقلل سرعه الروتيتنج فيه. ودي ناخدها كاكزامبل زي ما قلنا في
احد يعني المحاضرات قلنا ايه؟ قلنا ان احنا نتخيل لو انت مثلا عندك اتوبيس وانت عايز تركب في الاتوبيس ده. قلنا حاجه من الاثنين، اما ان الاتوبيس يهد السرعه بتاعته، وبالتالي انت لما تيجي تركب الاتوبيس هتلاقي السرعه هاديه فتقدر تعمل لوجد مع الاتوبيس، وبعد كده انتوا الاثنين هتمشوا بنفس السرعه. فالغرض ايه؟ ان انت تقلل سرعه المجال، تقلل سرعه المجال. كما لو كان ده الاتوبيس اللي هو سرعته هتهدى، وبعد كده انت تعمل لوجد مع الاتوبيس وتمشي بنفس السرعه. طيب، او حاجه ثانيه زي ما قلناها ان انت تجري شويه، تمام، بعد المحطه كده تجري مع الاتوبيس، يعني تحاول تقرب سرعتك منه. هو اوريدي هو مهدي الاتوبيس سرعته، بس انت بتحاول تهدي شويه السرعه، تتعلم انت ايه؟ السرعه بتاعتك، بحيث ان انت اول ما تقرب منه تقدر انت تنط في الاتوبيس وهو بيمشي. تمام؟ ليه؟ لان دي الطريقه الاولانيه ان انت تجري تجرب الروتر من خلال اكسترنال موتور، بحيث ان الروتر اول ما يتحرك معايا الروتيتنج فيلد يمسك معايا اللوج ويبدا يعمل معايا في الاتجاه. فالطريقه بقى الثانيه ان احنا نستعمل فاليبل فريكونسي درايف. فاليبل فريكونسي درايف ليه؟ احنا عارفين ان الان اس بتساوي كام؟ 120 اف على مي. 120 اف على مي. 120 اف على مي يعني انا لو غيرت في الفريكونسي من خلال سايكل كونفرتر او من خلال دايركت كونفرتر بنسميها فاليبل فريكونسي درايف. وطبعا كل المودرن الاي سي درايف كلها بيشتغل في الابلكيشن ان احنا بنحتاج سواء في الاندكشن حتى في النسبيك كنترول او البريكنج بنحتاج فاليبل فريكونسي درايف. الهدف منها ان انا ادي او اعمل فاريشن في الفريكونسي. ابدا بفريكونسي قليله 2 هرتز 4 5، فكل ما كانت الفريكونسي قليله بتعمل يعني ديكريزنج للفريكونسي في الاول، فبيديني روتيتنج فيلد قليل جدا. بدل ما هو بيتشنج البوزيشن بسرعه كبيره هيدي تغير للروتيتنج فيلد، بيتحرك بس بسرعه قليله. زي الاتوبيس اللي هو هيبدا يقلل من السرعه بتاعته بحيث ان انت تقدر تركب جوه الاتوبيس وتمشوا بعد كده انتوا الاثنين بنفس السرعه. هيحصل ايه بعد كده؟ اول ما تركب الاتوبيس هيبدا الاتوبيس سرعته تعلى لحد ما يوصل للسرعه اللي احنا نقول عليها السينكرونس سبيد. يبقى هنا تقلل سرعه الروتيتنج فيلد علشان الروتر يقدر يعمل لوجد مع الروتيتنج فيلد، وبعد ما يعمل لوجد معاه ابدا زود بقى الفريكونسي واحده واحده لحد ما تعلى لحد كام؟ 50 هرتز، وتمشي على الريتد بتاعتك او اللي احنا بنسميها السينكرونس سبيد، ويبقوا الاثنين سينكرونايز مع بعض بنفس السرعه. الطريقه الثانيه والمهمه جدا ان احنا نشغل الموتور ده كانه اندكشن في الاول، بنسميه اندكشن ستارت. اندكشن ستارت. طيب عشان انا اخليه اندكشن ستارت في الاول ده يوزنج دمبر وايندنج، بنسميها دمبر وايندنج. دي الطريقه المهمه وليها افاده ثانيه بدل ما احنا برضو بنعملها في الستارتنج فقط. هنقول بعد كده مهمه جدا الدمبر وايندنج ان هي بتلغي تاثير ظاهره بنسميها ظاهره الهانتنج اللي موجوده في السنكرونس موتور. الهانتنج ده بيسمى سيرشنج اوف رايت بوزيشن. الروتر احيانا بيحاول يدور على الرايت بوزيشن علشان يبقى سنكرونايز مع الاسيتون. امتى المشكله دي تحصل؟ المشكله دي خلاص الموتور احنا افترضنا ان هو اشتغل والدنيا تمام، بنفترض ان حصل لود تشينجنج على الموتور، لود تشينجنج على الموتور. اما ان انا زودت اللود او قللت اللود، بيحصل ايه؟ بيحصل ان الروتر بيبدا السرعه بتاعته تتغير لحظيا وبعد كده بيمشي تاني بنفس السرعه. ممكن ما يخرج بره التزامن، ما يكونش سينكرونايز مع الروتيتنج فيه بسبب ظاهره الهانتنج، لان الروتر بياخد وقت عشان يعمل بحث على الاوبريتنج بوينت بتاعته، او بنسميها الاكلوربيان بوينت، او بنسميها السيتي ستيت اوبريتنج بوينت. فالسيرشنج ده بيسمى في المشين هانتنج، هانتنج اوف هانتنج او سيرشنج اوف رايت بوزيشن، او احيانا بنسميها فيز سوينج. فيز سوينج بتظهر في الجنريتور، واحيانا بنسميها فيز سوينج في الجنريتور، وممكن تظهر في الموتور بنسميها هي الهانتنج، او بنسميها سيرشنج فور او اوف رايت سيرشنج فور رايت بوزيشن. علشان الموتور يدور ويعمل بحث في الرايت بوزيشن بتاعه الجديد نتيجه ان انا حملت احمال اضافيه او قللت الاحمال اللي على الموتور، فهنا هيحصل وقت او في فتره من التايم بيحصل فيها اوسيليشن للموتور، بيحصل زي فايبريشن كده للموتور. تمام؟ ممكن لو الدنيا فيها مشكله اكبر ممكن الروتر يبقى اوت اوف سنكرونيزم. اوت اوف سنكرونيزم ليه؟ بسبب ان خلاص رجع تاني للوضع الاولاني، ان الروتر فضل واقف على الوضع ده وهرب من السنكرونايزر اللي كان بينه وبين الروتيتنج فيه، خلاص ما بقاش قادر يعمل ويحصل ليه بول ام ستيب او يتسحب تاني بنفس سرعه الروتيتنج فيه، لان نتيجه الاحمال الزياده الدلتا عماله تزيد.
والدلتا دي هنقولها كمان شويه في موضوع تاني، ان في زاويه هنا الزاويه دي دلتا. زاويه ما بين اللي هو الستيتور ماجنتيك اكسس والروتور اكسس، في زاويه ما بين الروتور ماجنتيك اكسس الروتور اكسس والستيتور ماجنتيك اكسس والستيتور ماجنتيك اكسس. الزاويه دي بنسميها ايه؟ ده اللي هو الستيتور ماجنتيك اكسس وده الروتور اكسس، الزاويه دي بنسميها دلتا. كل ما بحمل الروتور لود كل ما الدلتا دي بتزيد. تمام؟ السرعه بتقل لحظيا وبترجع تاني تمشي بنفس سرعه المجال. بيحصل لها يعني سينكرونايز تاني مع المجال. زودت اللود تاني الدلتا دي هتزيد اكتر، بدل ما كانت 10 ديجري ممكن تبقى 15 او 20 او 30. كل ما زود اللود كل ما بقيت الدلتا تزيد. الماكسيموم كام؟ احنا عارفين ان الماكسيموم الدلتا ماكسيموم بتساوي 90. الدلتا ماكسيموم بتساوي 90. طيب الدلتا ماكسيموم بتساوي 90، فهنا التورك هيكون بكام؟ هيكون بزيرو، لان ساين دلتا ساين 90 هتبقى بزيرو، فمعناها ان مفيش باور طبعا، التورك هيبقى بزيرو، فالروتور هيقف مش هيتحرك. خرج بره التزام ورجع تاني نفس المشكله اللي احنا قلنا عليها، ان الاقطاب دي هتبقى روتيتنج بسرعه كبيره، والروتور ده مش قادر يعمل بينه وبين اقطاب الستيتور اللي هي روتيتنج فيل اللي هي عمليه البول ان ستيب، ان هو يمسك معاه او اللود ويبدا يتحرك معاه بسبب اللودنج الزياده على الموتور. الروتور عمال يدور ويعمل سيرش على النقطه بتاع التشغيل بتاعته عشان يبدا يوصل لها تاني، ففي اوسيليشن عالي جدا على الروتور، والاوسيليشن العالي ده ممكن يعمل دامج للبيرنج بتاعت الروتور، وممكن يعمل اوفر هيتنج للماشين بتاعتنا وتحصل ايه مشكله. طيب عشان نعالج المشكله دي او الظاهره دي، الدمبر وايندنج اللي احنا هنستعملها في الستارتنج هي برضه هتبقى موجوده معانا، ولو ظهرت المشكله دي اللي هي بتاعت الرامتنج هيقدر يعالجها الدمبر وايندنج، وهتبقى ليه ميزه بيقدر يعمل معانا ستارتنج للموتور، وفي نفس الوقت نقدر نستفيد بالخاصيه بتاعته ان هو يقدر يلغي تاثير اللي هي الرامتنج اللي هي ظاهره بنسميها اللي هي سيرشنج اوف رايت بوزيشن، بحيث ان الروتور ما ياخدش وقت كبير عشان يعمل سيرش للرايت بوزيشن، وفتره الاوسيليشن تقل جدا، وكل المشاكل بتاعت الهانتنج الايه؟ تتلاشى باستخدام مين؟ الدمبر وايندنج. الظاهره دي بتظهر اما نتيجه ان انا بحمل احمال زياده، فالدلتا عماله تزيد لحد ما الروتور ممكن ما ياخد بره السنكرونيز، حتى لو ما خرجش بره السنكرونيز هو هياخد وقت يعمل سيرش للايه؟ للرايت بوزيشن تاني عشان يبدا يمشي تاني مع سرعه المجال. فاحنا عايزينه الفترة دي تقل جدا، الاوسيليشن ده يقل جدا. ممكن تحصل لو احنا شلنا احمال، لو احنا خففنا احمال، ممكن نشيل احمال فردة. لود تشينج، صادم تشينج للود. فصادم تشينج للود لو انا شلت احمال فجأة هلاقي ان الروتور ده فجأة سرعته هتزيد. السرعة هتزيد، فممكن تعدي سرعة الـ NS لحظيا، يعني ممكن تعدي سرعة الـ NS لحظيا. والدلتا ايه؟ الدلتا هتبقى بالنيجاتيف. تمام؟ كابسولوت يعني هتبقى كاشاره الدلتا ايه؟ هتبقى بالنيجاتيف، يعني ايه؟ يعني الروتر هيبقى هنا، يعني سرعته عدت ال ان اس سبقتها شويه، يعني زي ايه؟ زي مثلا انت ماشي جنب الاتوبيس، انت بتجري جنب الاتوبيس بس انت جريت بسرعه اعلى فانت عديته، فتعمل ايه؟ المفروض ترجع لورا سنه تبطئ من نفسك، يعني ايه؟ يعني تدي تورك بالنيجاتيف، وترجع الروتور للبوزيشن بتاعته اللي هي الرايت بوزيشن بتاعته. مين اللي يقدر يعمل ده؟ الدمبر وايند اللي تقدر برضه ان هي تدي التورك بالنيجاتيف وترجع الروتور للوضع الاولاني بتاعه، نتيجه ان احنا شلنا احمال، فجاه، شلنا احمال من على الروتور، فالروتور في ايه بدا سرعته تزيد فجاه عشان ما تعديش ال ان اس ويعمل تاني ويقعد يدور على البوزيشن بتاعته الصح، هياخد وقت. اللي يقدر يعمل المشكله دي هو الدمبر وايند، لانه هيشتغل هنا كانه اندكشن جنريتور وهيدي نيجاتيف تورك ويرجع الروتور للبوزيشن بتاعه اللي هو اللي احنا قلنا عليه اللي هي الاكليوبريم بوينت او السيتي ستيت اوبريتنج بوينت. ده مشاكل الهانتنج افكت. هنقدر بقى ندخل دلوقتي، يعني احنا شرحناها، نقدر نكتب الجزئيه دي. طبعا هي بالتفصيل هنلاقيها في السلايدز اللي هي في الباور بوينت. فعلشان الموتور بقى في ميثودز اوف ستارتنج، ميثودز اوف ستارتنج
كونتينوس موتور. ايه هي الميثودز اوف ستارتنج؟ الميثود اوف ستارتنج قلنا اول حاجه ان احنا نقدر نعمل ستارتنج باي ريديوسينج ذا سبلاي فريكونسي، باي ريديوسينج ذا سبلاي فريكونسي. By reducing the supply frequency. يعني ايه؟ يعني هنيجي على الـ NS اللي هي تساوي 120 F على B ونعمل decreasing للـ frequency. الـ frequency لأن وبالتالي الـ NS ايه؟ هتقل معانا. مين اللي هيقوم بالوظيفة دي؟ ده من خلال variable frequency driver. variable frequency driver يبقى solid state device. تمام؟ يعني كل اللي خلاص في زي ما قلنا في المودرن اي سي درايف بيبقى عندنا variable frequency driver. دي تطبيقات كتيره من ضمنها ان انا نعمل ايه؟ starting gear الموتور. طبعا احنا اتفقنا قلنا هنخلي الروتيتنج فيلد ده سرعته قليله جدا عشان الموتور يبدا يعمل ايه؟ لوجد معاه ويبدا يمشي معاه بنفس السرعه. مجرد ما يمشي معايا بنفس السرعه ويبقى synchronized نطلع بقى الفريكونسي تدريجيا لحظه لحظه كده لحد ما توصل تاني الى الريت بتاعنا اللي هي 50 هرتز. الحاله الثانيه او الطريقه الثانيه قلنا باي يوزنج اكسترنال موتور. ممكن استعمل موتور اكسترنال موتور ده احيانا بنسميه بون موتور او بيبقى من خلال دي سي موتور. يعني ممكن من خلال دي سي موتور او من خلال مانيوال زي ما قلنا مانيوال في اللو انرشيا. ممكن يبقى مانيوال اللو انرشيا اللي هي الريتنج القليله بنقدر نستعمل اكسترنال موتور في الاحمال العاليه طبعا عشان اقدر اتغلب على السنترفيوال فورس بتاع الانرشيا بتاعت الروتور مع الاحمال. بشغل اللود الاول بشغل الشفت الاول باللي هو الموتور اللي هو الاضافي ده وبعد كده مجرد ما سرعه الموتور تزيد وتوصل الى حد ما قريب من الريتد بنقدر بقى نغذي الستيتور من خلال 3 فيز هيولد روتيتنج فيلد زي ما اتفقنا. خلاص هو هيلاقي ان الروتور بيتحرك قدامه فياخده معاه في اتجاهه ويحصل بول انستيت معاه ويسحبه معاه لنفس السرعه بتاعته. الحاله او الطريقه الثالثه ودي مهمه اللي هي المشكله. طبعا الطريقه دي مهمه جدا باي ريديوسنج ذا سبلاي فريكونسي في النوع اللي هو البيرمننت ماجنت. دي مهمه في البيرمننت ماجنت. ليه؟ لما نيجي نشغل الاندكشن لما نيجي نشغل السنكروس موتور بالطريقه اللي هي رقم 3 اللي هي باي يوزنج دمبل وايندنج باي يوزنج دمبل وايندنج هنشرحها دلوقتي. لازم الاول افصل البدل لازم افصل البدل عشان اما خلاص الكونستنت فيلد اللي هنا الكونستنت فيلد اللي انا مش محتاج كونستنت ماجنتيك فيه لان ده هو اللي عامل المشكله. هو ده اللي عامل المشكله. المشكله طبعا في الاول لكن هو انا محتاجه بعد كده علشان سنكرونس يعمل لوكت ويمشي كانه سنكرونس. يعني احنا محتاجين نوع اسمه سنكرونس موتور لتطبيقات مختلفه لكن في الاول المشكله موجوده لحظه الاستخدام. فالمشكله الاساسيه بسبب ان في كونستنت ماجنتيك فيلد مش روتيتنج فيلد زيه زي الاندكشن موتور مثلا. فهنا محتاجين ايه؟ محتاجين ان انا افصل الاول ده علشان امنع وجود الكونستنت ماجنتيك فيلد. وبعد كده بتبقى في دمبر وايندنج الدمبر وايندنج الهدف منها ايه؟ ان تشغل الموتور كانه اندكشن. انا اعتبر ان احنا خلاص اتشرحت والدنيا تمام. الدمبر وايندنج مع الوقت خلاص هتشغل الموتور تحركه كانه اندكشن تمام؟ بعد كده نبدا نعمل ايه بقى؟ نعمل تغذيه للبتري من هنا او لملفات الفيلد من خلال الدي سي اكزيتيشن. خلاص الموتور بدا يتحرك انا مش محتاجه اندكشن انا محتاجه يكمل سنكرونس مش عايزه اندكشن محتاج سنكرونس. فمش هنفصل بقى ملفات الدمبر لا ده انا هحط البتري هنا او الكونتاكت بتاعتنا اللي هنا هعمل سويتش اون للدي سي اكزيتيشن فيولد لي مجال ثابت. الN تاخد الS لوكت والS اللي هنا تاخد الN اللي هنا لوكت والاثنين يبقى بول ان ستيب ويمشوا بسرعه بين السنكرونس. الدمبر وايندنج موجوده؟ موجوده. ليها اهميه في الوقت ده؟ ملهاش اهميه في الوقت ده. هنشرح تفاصيلها اكتر وهنعرف ليه ملهاش اهميه لما بيكون سنكرونس وبتظهر اهميتها لما يرجع تاني السرعه تقل
وتبدا هنا تاثير الدمبر بتتواجد اذا كانت السرعه مختلفه، انما لو السرعه زي سيم الدمبر ويندنج ملهاش اي اهميه. يبقى باي يوزنج دمبر ويندنج، الهدف من الدمبر ويندنج الهدف منها ان هي بتعمل اندكشن ستارت، اندكشن ستارت تمام في الاول، وبعد كده الموتور ده بيكون ايه؟ سينكرونس ران، سينكرونس ران. طبعا الدمبر ويندنج احنا اتفقنا ان هي اهميتها هنستعملها علشان الموتور يبقى سيلف ستارتنج في الاول، يبقى سيلف ستارت. طيب طريقه عمل الاندكشن موتور الاول ايه هي؟ طبعا احنا عارفين ان الستيتور في الاندكشن موتور هو الستيتور في السنكرونس موتور، نفس التركيب نفس التصميم بتاع الملفات واحد، يبقى الستيتور في السنكرونس موتور هو الستيتور في الاندكشن موتور. يبقى الستيتور اللي بره ده ذا سيم سواء كان اندكشن موتور او سينكرونس موتور. طب لو جينا بقى على الدمبر وايرنج او على نظريه العمل، هنلاقي ان سي مثلا ده الستيتور، دي الملفات بتاعته، دي ملفات اللي هم الارمنشن، وطبعا هي متغذيه من السبلاي. لما هي متغذيه من السبلاي اللي هي السي في السبلاي عندنا سي فيز سبلاي، سي مثلا فريكونسي 50 وعندنا عدد اقطاب 2 اللي احنا بناخد عليها الاناليسيس بتاعتنا، فبيتولد روتيتنج فيلد. الروتيتنج فيلد بالسرعه بتاعته ان اس تمام، اللي هي 120 اف ار ام. الروتيتنج فيلد ده موجود فين؟ بيبقى موجود في الاير جاب اللي هي ما بين الروتر والسيتر، يعني ان اس ده بيبقى موجود هنا. والمفروض ان ار هيتحرك زيه. ده امتى؟ في حاله السنكرونس. تمام؟ لما نيجي بقى نبص على الروتر، الروتر شكله ايه في الاندكشن؟ بيبقى واخد الشكل ده. بتبقى عباره عن بنسميها